السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما انتهينا من شرح المسرحية ديال أنتيغون بجميع ليسين ديالها، غننتقل اليوم باش نتكلموا على أهم لي فيغور دو ستيل. يعني لي فيغور دو ستيل ميمكنش باش نديرو كل شيء، ولكن بطبيعة الحال هادو هما لي بليز امبورطونت. إذا استطعتوا بطبيعة الحال باش تفهموهم وباش تعقلوا عليهم وتخدموهم مزيان، راه بالتأكيد في الامتحان الجهوي بطبيعة الحال غادي تجاوبوا على ديك الأسئلة بطبيعة الحال اللي غادي تجي على هذا الموضوع ديال لي فيغور دو ستيل في الامتحان. اليوم بطبيعة الحال درت يعني أغلبية ديال لي فيغور دو ستيل اللي كاينين. كاينه يعني الميتافور، لانافور، الغراداسيون، الانتيتاز والايبربول. بطبيعة الحال كاينه الكومباريزون كذلك، اللي هي بلان بيان سور دو فيغور دو ستيل ديال الكومباريزون في لا بياس. وحيتاش الكومباريزون راه هي لا بلو سامبل، وقليل فاش كتجي بطبيعة الحال في الامتحان الجهوي مؤخرا، بحكم ان دابا الجميع كيعرفوها، وهذاك الدرس راه درس بطبيعة الحال اللي كيتلقاوه التلامذ في الطور الابتدائي. فما غاديش نتجاوزو الكومباريزون، غادي نتكلمو على الفيغور دو ستيل اخرين. اذا قلنا بالنسبة للميتافور اللي كاينه بطبيعة الحال هنا بالاصفر، هذه كاملة سو سون دي فراز كي اكسبريم لا ميتافور. كاينه مثلا مانتنون تو tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. بطبيعة الحال هنا عندنا واحد التشبيه ديال لا سيتياسيون اللي كانت بطبيعة الحال تقالت فيها هذه الجملة هذه مع واحد لا كارت بوستال. داكوغ، إذا هذه سيت اون ميتافور. Allons ma vieille bon pomme rouge. بطبيعة الحال أنتيغون قالت لا نوريس. إذا فيي بون بون روج كذلك، هذه واحد التشبيه وما عندناش أداة تشبيه، داكوغ، فبالتالي كتسمى ميتافور كذلك. إيلي يوغا لي غارد افيك لو روغار دو بوف. إذا هنا شبهنا النظرات ديال لي غارد، النظرات ديال البقر. إذا ميتافور. اي تي ريسك لا مور مانتنون كو جي ريفيزي ا تون فرير سو باسبور ديريزوار سو قدويه اون سيري سور سا ديبوي. كذلك ومثال، اذا باسبور ديريزوار اكسيتيرا. هنا عندنا عاود واحد التشبيه ديال بطبيعه الحل الموت بهاد العبارات هذه، فبالتالي ميتافور. tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor toi encore. اذا هنا كنشبهوا بطبيعه الحال الحياه بواحد الكنز اللي هو مهم بزاف. هنا بطبيعه الحال كريون قال هذه الجمله هذه الانتيغون باش يقنع، باش تراجع على ديك بطبيعه الحال الفكره ديال الدفن ديال الجثمان ديال الاخ ديال ابولينيس. اذا هنا هذه كذلك ميتافور. لا في سي ان ليفر كون ام سي ان انفون كي جو ا فو بي ان اوتي كون تيان بيان دون سا ما. كذلك ومثال، هذه انتيغون قال عفوا كريون قال الانتيغون كيشبه يعني الحياه بواحد الكتاب اللي كنبغيو، بواحد الطفل الصغير اللي كيلعب امامنا. الون فيت كويزيني ابل تي غارد. هذه بطبيعه الحال هذه الجمله هذه قالتها اونتيغون لكريون، فبالتالي شبهاتو بواحد الطباخ. داكوغ، هنا بطبيعه الحال باش كتنقص من القيمه ديالو، باش كتزيد تستفزو، باش يحكم عليها بالموت، لان داك الشيء اللي هي كانت بطبيعه الحال كتمنى وباغية. فبالتالي كذلك ميتافور. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mène la barque. ضروري خص، رغم بطبيعة الحال أن هذه المهنة هذه ديال أن الإنسان يكون كيقود بطبيعة الحال واحد الشعب وكيحكمه، فبطبيعة الحال خص ضروري رغم الصعوبة ديالها، ضروري شي واحد اللي يقبل باش يسوق هاد القافلة وهاد السفينة بطبيعة الحال. فبالتالي عندنا التشبيه ديال يعني حكم واحد الشعب واحد الدولة إلى آخره بهاد العبارات اللي كاينين في هاد الأفخاز. إذا هذه كذلك ميتافور. ننتقلوا مثلا للأنتيتاز.
L'antithèse, مثلا عندنا la phrase suivante, je suis noir et maigre. اسمان est rose et doré. إذن هنا بطبيعة الحال أنتيغون كتقول بأنها نوار وكتشبه اسمان بأنها بطبيعة الحال روز اي دوغي، فبالتالي نوار وخصوصا نوار ودوغي هادوما جوج ديال الكلمات اللي المعنى ديالهم متعاكس تماما، فبالتالي أنتيتاز. جي لو موفي رول اي تو لو بون، بطبيعة الحال كخيون قال هذه الجملة الأنتيتاز. إذن جي لو موفي رول اي تو لو بون، عندنا لو موفي لو كونترير ديال لو بون، إذن سي اون أنتيتاز. C'est vous qui êtes les, même les plus beaux. D'accord? هنا بطبيعة الحال أنتيغون قالت الكريون، إذا لي هي الكونتخير دو بو، إذا في هذه الجملة عندنا أنتيتاز. سيتي أونكور لا نوي، إي إل ني أفي كو موا دون توت لا كومباني أ بونسي كو سيتي لو ماتان. كذلك مثال عندنا لا نوي الكونتخير ديال le matin. ننتقلوا الآن للأنافور. C'est du joli, c'est du propre. D'accord? C'est du joli, c'est du propre. إذا عندنا c'est du. إذا بطبيعة الحال نفس الكلمات كيتكرروا في البداية ديال كل بروسيدي. إذا سي دو جولي، سي دو بروبر، هادي سي اون انافور. اوبلي لا ايمون، اوبلي لا مون بوتي، نفس الشيء. اوبلي لا، اوبلي لا، إذا سي اون انافور. كخوا تي كو جو بوغي فيفغ موا سون زيل، بطبيعة الحال هنا ايمون كان كيرد على الأب ديالو كخيون. إذا كخوا تي كو، عاود كخوا تي كو جو لاكسبتوغي فوتر في. Eden, crois-tu que je, crois-tu que je, Eden, c'est une anaphore. Dites, à qui devrait-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Nafshi, katkarrar l'aibara dial, à qui, Eden, c'est une anaphore. N'taklu l'an, gradation, gradation. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. بطبيعة الحال كنشوفوا بأنه كاين واحد يعني العبارات اللي كت كما كنقولوا مثلا ملي كنشوفوا اجيتاسيون بافارداج وفيد كننتقلوا من يعني الضجيج إلى آخره لواحد العبارة اللي هي حتى هي فيها شوية ديال الضجيج للفراغ. إذا كاين واحد التوجه بطبيعة الحال في المعنى ديال الكلمات بثلاثة، يعني بحال اللي غنقولوا واحد التدرج، واحد التدرج اللي هنا تناقصي. داكوغ، واحد التدرج تناقصي بحيث انطلقنا من فوالا الحركة الكثيرة والضجيج إلى آخره للفراغ، فبالتالي هذه سي اون غراداسيون، غراداسيون ديكرواسون. فوتر اسبوار، فوتر شير اسبوار، فوتر سالير اسبوار. نفس الشيء كنشوفوا بأنه بطبيعة الحال عندنا واحد التدرج اللي هو واضح في هذه العبارات. ديت اكي دوفريتيل مونتير، اكي سوغير، اكي سو فوندر. نفس الشيء في هذه الجمله هذه كنشوفوا بان عندنا واحد التدرج واضح ما بين مختلف العبارات. داكوغ، اكي دوفريتيل مونتير، داكوغ، على من بغات تكذب، اكي سوغير، لمن غادي مع من غادي تبتسم، اكي سو فوندر، داكوغ، لمن غادي تبيع راسها، داكوغ. اذا هادي كذلك سي اون غراداسيون. ندوزو الان للايبربول. الايبربول اللي كنعرفو بطبيعة الحال واحد الفيكور دو ستيل اللي كتعني يعني المبالغة، داكوغ، يعني كنوصفو شي حاجة بواحد الوصف اللي فيه مبالغة كبيرة. Elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. طبيعة الحال هنا هاد لافراج جات في البرولوغ، في البداية ديال لا بيس. إذا فيتيس فيرتيجينوز، طبيعة الحال فيرتيجينوز يعني أنتيغون كتحس بأنها كتبعد بواحد السرعة خيالية مبالغ فيها، واحد السرعة اللي كبيرة بزاف قصوى
من الأخت ديالها اسمين. داكوغ هاد فيرتيجينوز نورمالمون هي اللي خلات هاد الجملة هادي بطبيعة الحال كنحكمو بأنها تكون إيبربول. ان سوار و اسمين افي ايتي ابلويسون دون سا نوفيل روب. إذن هنا بطبيعة الحال عندنا لو مو ابلويسون. ابلويسون يعني كانت بطبيعة الحال في قمة يعني الأناقة ديالها كيفاش ممكن نقولون هذا التعبير ديال ابلويسون، يعني كانت متألقة بزاف، كانت ساطعة وباينة مزيان في ديك الحفلة هذاك بطبيعة الحال. فبالتالي بسبب بطبيعة الحال يعني الفستان الجديد اللي كانت لابساه. داكوغ، إذن هذه كذلك سيت اون ايبربول. Je faisais un bruit énorme. D'accord? Un bruit énorme. فبالتالي بطبيعة الحال واحد يعني واحد الضجيج واحد الصداع اللي هو يعني شديد بزاف. Il est parti toucher à mort. D'accord? Il est parti toucher à mort. بطبيعة الحال هنا il كنعقلو مزيان بأنها كما شرحنا بأنها remplace aimant. يعني في الباساج اللي كان ما بين ايمون والاب ديالو كريون اللي كان بطبيعه الحال حكم على اونتيغون بالموت، وكان ايمون كيحاول باش يقنع كريون باش بطبيعه الحال يعتق اونتيغون من الموت. الى بارتي توشي امور، اذا توشي امور بطبيعه الحال واحد العباره اللي فيها يعني واحد التعبير اللي هو صعيب بزاف، و يعني الانسان كيكون بطبيعه الحال كيحس بانه صافي باغي يموت، فقد غادي يفقد اعز ما عنده، فبالتالي ما بقى ان الحياه حتى شي معنى. اذا هنا لو كور كان قال الالتيغو الكريون هاد الجمله هادي بان الي بارتي توشي امور، هادي كذلك سي اون ايبربول. طبيعه الحال كما قلت كاينين دوطخ فيغور دو ستيل اللي مازال غادي نتكلموا عليهم في فيديو اخر، اللي بطبيعة الحال ما كاينينش مذكورين في بزاف ديال المرات في هذه المسرحية، ولكن ما فيها بأس كذلك نذكروه باش بطبيعة الحال يكون عندكم واحد الفكرة على لي زوطخ فيغور دو ستيل، مع العلم أنه احنا في الشرح اللي شرحنا لا بيس دو تياتر ديال أنتيغون كنا كنشرحو حتى لي فيغور دو ستيل، يعني الاغلبيه ديال لي فيغور دو ستيل اللي مذكوره في اونتيغون كامله رانا تكلمنا عليها وذكرناها بطبيعه الحال. غير في هذا الفيديو هذا فضلت باش نديروه تو سامبلومون باش من جهه يعني كنذكروا غير لي فيغور دو ستيل بوحدهم بدون ما نتكلموا على الشرح ديال الاحداث ديال القصة، وفي نفس الوقت يعني كنشرحوا علاش هذه ميتافور، علاش هاد لا فراز اونتيتاز، علاش هاد لا فراز انافور، علاش هذه غراداسيون، علاش هذه ايبربول، يعني الشرح الكافي باش بطبيعة الحال يوصلكم فوالا يعني الفهم بواحد البساطة. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك دائما الجديد ديالنا، وتضغط على زر اعجاب، وبطبيعة الحال شي سؤال او لا شي